الحاج نور الدين طلال، حكم سابق وإعلامي رياضي ومحلل في مجال التحكيم. اليوم هيئة التحكيم في شخص الحكام القدامى، حكام الدوليين والحكام الفيدراليين واللي يلعبوا على مستوى، كيجتمعوا باش كيعلنوا على ميلاد جديد، تنظيم جديد واللي سموه الجمعية الوطنية للحكام الدوليين والفيدراليين المتقاعدين. فعلى الأقل هذا التنظيم هذا غادي يرد الاعتبار للحكام، لأن الحكام اللي كلهم اللي تقاعدوا دخلوا لذاكرة النسيان. الآن كما كيعرف الجميع على أن القوانين الجديدة ديال الجامعة الدولية كتنص على أن كل الاتحادات الدولية ديال كرة القدم في جميع الدول كيخصها يكونوا عندها ممثلين ديال الحكام في المكتب الجامعي، ولهذا كيخصوا هذوك الحكام يكونوا منتخبين قانونيا وشرعيا. فالآن اليوم الحكام كيعلنوا على ميلاد جديد ومنتخب قانونيا، واللي غادي يحطوا له الأوراق ديالو عند السلطات المختصة وياخذوا الريسيبيسي باش تكون عنده الصفة القانونية. كنتمنى من كل قلبي لهذا التنظيم الجديد كل النجاح وكل التوفيق باش على الأقل يردوا الاعتبار للحكام اللي عطاو الشيء الكثير في مجال التحكيم والكرة القدم، ودخلوا لذاكرة النسيان، لأنه كاينين حكام اللي ما شناهمش هنا 15 حتى 20 سنة. على الأقل اليوم هذا الجمع، هذا الجمع التأسيسي خلانا نشوفوا هذا الحكام وخلانا نتذكروا ذكريات جميلة ديال الأمس القريب في الوقت اللي كان التحكيم جيد في الزمن الجميل. غادي تاخذ بعين الاعتبار لأن هذا الشيء قانون، لأن الجامعة الدولية كما قلت في القوانين الجديدة ديالها كتنص على أن المكاتب الجامعية ديال كل بلد خص يكون فيها حكام، وهاد الحكام خصهم يكونوا منتخبين قانونيا. اليوم كاين انتخاب قانوني في اطار الديمقراطيه. المكتب اللي تنتخب الان غادي يوضع الاوراق ديالو للسلطات المحليه وغادي ياخذ الريسيبيسي وغتولي عنده الشرعيه وغتولي عنده الصفه. اذا ما يمكنش ما يتخذش بعين الاعتبار، وهذا الشيء راح في اخبار الجامعه وفي اخبار اسمه، لانه المكتب الجامعي قانونيا خصو يكون شرعي، يكونوا متواجدين فيه حكام كما متواجدين فيه لاعبين قدامى، كما متواجدين فيه شخصيات لرؤساء فرق. فما يمكنش ما يتخذش بعين الاعتبار، غادي يتخذ بعين الاعتبار وغادي يتخذوا حكام اللي غادي يمثلوا الحكام الاخرين، غادي يمثلوا المكتب كله في الجامعه الملكيه، وغادي يردوا الاعتبار لانه غتكون انشطه، غادي يكون مباريات، غادي يكون سهرات، غادي يكون، لان هذه ماشي غير جمعيه ديال الرياضه، فهي ثقافيه رياضيه اجتماعيه داخلين فيها كل شيء. هذا هو اللي كاين. هذه الجمعيه جات بهدف اساسي هو تكريم ورد الاعتبار لمجموعه ديال الرياضيين، لو تنخل الخصوص الحكام القدماء الذي عطوا الشيء الكثير لكره القدم الوطنيه، والذي ابانوا على واحد مستوى كبير ثلاث سنوات. فعلا هناك اسماء كثيره التي خدمت كره القدم الوطنيه من خلال التحكيم. يكفي ان نذكر المرحوم سعيد بن قولا، الحاج باحو، الحاج لاراش، الحاج الزياني، هناك اسماء كثيره التي يجب ان تعطاها قيمتها. هناك حكام الذين مازالوا يعانون، يجب من هذه الجمعيه ان تهتم بهم. هناك اطر تقنيه التي غتعطي اضافه كبيره ان شاء الله تعالى للتحكيم المغربي. تتمنوا صادقين ان هذه الجمعيه تعطي واحد الاضافه كبيره للتحكيم المغربي من خلال التاثير والعنايه بالحكام السابقين. السلام عليكم، جدت فاطمه، حكمه فيدراليه سابقه، عباس التحكيم سوق 20 سنه في القسم العصبة، وحكمة وطنية سنة 2005. حب التحكيم هو اللي خلاني نحضر اليوم مع التضحيات والعراقيل اللي وجدناها في التحكيم، ما خلانيش أنني نكون حاضرة اليوم مع أهرامات التحكيم المغربي. وجينا اليوم ان شاء الله باش ناسسوا واحد الجمعيه اللي تنتمنوا انها تعالج مشاكل الحكام وتكون في خدمه التحكيم. حضور نسوي انا اليوم اللي كاينه بوحدي، لانني انا اللي دفعت، اللي قدمت الطلب ديالي، لانني انا حكمه سابقه وانا اللي اعتزلت، مازال الحكمات ممارسات في التحكيم. نتمنى ان هذا الجمع يخرج بواحد الصيغه اللي ترضي جميع الحكام، وانه هذه الجمعيه تعالج الاهداف اللي مسطره في القانون الاساسي، وان شاء الله اللي تكون في مصلحه الحكام والتحكيم الوطني. بسم الله الرحمن الرحيم، اولا كنشكركم انتم كاعلاميين اللي حقيقه كتضحيو بغير النفيس، وده كنت يعني مهنه المتاعب، فهي حقيقه مهنه المتاعب. بالنسبه لي انا شخصي، بالنسبه لعلي الديدي، حكم سابق، حكم فيدرالي سابق، لجلت الملاعب ما يجهز 25 سنه من طنجه للقويره، وضحينا بالغالي والنفيس. اليوم جينا لازم للجمع العام المبارك، حقيقه لهنا جمعيه
اولا للدفاع عن الحكام والحكام وحكام متقاعدين، وكتعرفوا بان الحكام المتقاعدين حاليا يعني ومنهم دوليون اللي عطاو الكثير في هذا الميدان ولا يتوفرون على ادنى شروط او ادنى المسائل اللي هي بطاقه ديال دخول الملاعب، مثلا غير بطاقه حكام يعني اليوم بالنسبه لي هو يعني كيمشي لشي ملاعب وكيحبسوه، فضحى هذا الحكام على الاقل تكون عنده هذه البطاقه، كذلك يكون عنده تكريمات في المستوى، كذلك يكون عنده يعني واحد المسائل اللي هي يعني بعيده اما في التكوين اما تكوين الفروق اما اما اما، ولكن كنتمناو بهذه الجمعيه هذه للاسف لان قول الاساسي خصنا نتوصلوا به يعني اسبوع قبل او 15 يوم او 10 ايام او 3 ايام ما توصلناش به الا داخل القاعه، فكيفاش غنناقشوا حنا مثلا القول الاساسي وفي واحد ربع ساعه ولا نص ساعه ونعطوا فيه الراي ديالنا؟ انا من المعارضين يعني كنت صويت بالاجماع، ولكن انا المعارض الوحيد اللي عارض القانون الاساسي. لماذا لا اعارضه من اجل يعني غارف ينصي يعقوب، بل من اجل يعني سيد القانون اللي هو يعني كيعطينا الجمعة العامه والضريبه 37 اللي كيعطينا ومعدل في 92 اللي كيعطينا باننا نناقشوا القانون الاساسي بجميع جوانب ديالو ونعطوا فيه الراي ديالنا، يقدر يكون الراي ديالي انا يا صالح اكثر من هذاك المسائل ونناقشوا فيه. للاسف ما خذاش النقطه بالاعتبار، صدقوا عليه يعني ولكن انا عرضت القانون الاساسي. هذا من جهه، من جهه اخرى كنتمناو باش هذه الجمعيه اللي تخرج للوجود باش تفعل الحكام، يعني باش دفع عليهم حكم متقاعدين، وكتعرفوا انتم راك عشتوا في الميادين مع الحكام وعشتوا المسائل ديال اللي وقع لهم في عدد الملاعب، كان باش الحكم يعني كما قلت لكم يعني ما تكون عندها حتى بطاقه ديال الملعب، او هذه يعني الجامعه يعني لا تعترف بالحكام ولا بالمناديب، حتى المناديب يعني الحكام خاص على الاخر الجمعيه هذه تدافع على الحكام من اجل حتى نديروا قرعه مثلا للزيارات الاماكن المقدسه اللي فعل الجمع فعل الجمعوي الى غير ذلك، وخاصه بطاقه يعني باش يكون الحكم يعني المتقاعد بانه كيحس راسو بانه عطى في ميدان التحكيم ولكن عنده توهمات قال باقي الان كيف اما في التكوين اما في غير هذه كذا اخرى. ومره اخرى كنشكركم وكنتمنى لكم التوفيق في الاعمال ديالكم، وانا بصفتي كاعلامي كنعرف هذه المهنه ديال الاعلام مهنه المتاعب، كتعيشوا فيها يعني الويلات كما عشنا فيها احنا ولازمنا نعيشوا فيها احنا. كذلك كنشكر العنصر النسوي اللي دخل هذا الميدان بغزاره، ولكن هو راه ميدان يعني كنقول فيه المتاعب، كنتمنى لهم التوفيق حتى هما، وكنتمنى المنابر ديالكم يعني الموفقه واللي كنتبعها كلها والمناقشات ديالها وكنشوف الحياه اللي كيقوموا بها لا انتم ولا المسائل ديال التحرير ولا كلش الناس ديال المصورين ولا غير ذلك. اشكركم كثيرا وكنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله.